ايه مكفيني؟ اخلص، عايز ايه؟ كل خير يا واطيه. ليه من سنك وانت بتكلمني؟ انت طلعت ترقصي على التيك توك؟ هو مش وقت وسنة مكنش بترقص. انا نفسي اعرف انا بعمل ايه غير اللي الناس كلها بتعمله. ستات بيوت كمان مش بنات زيي، بيرقصوا وبيصوروا نفسهم في الحمام وهما بيعملوا ماسكات وهما بيطبخوا وهما بيغسلوا وبيجيبوا لايكات وبيساعدوا في البيت كمان. بيت ايه؟ وحد قالك ان انا محتاج منك حاجه؟ يا سيدي لو انت مش محتاج فانا محتاج. حرام عليك، كفايه نعناعه واللي هي فيه. اشتغل طول الليل والنهار ومن ساعه ما اتولدت وهي شايلاني. دي مش اختي، دي ام. ام الله يرحمها لو كانت عايشه ما كانتش عملت معايا اللي هي بتعمله ده. خلي عندك من الاحمر شويه بقى، دي لوحدها في كل حاجه عشان خاطر انا. وانت شايله عم كل ده ليه ان شاء الله؟ وجوزها راح فين؟ انت عارف كويس قوي ان جوزها ده فرده نايم. انا مالي بالكلام ده؟ بطلي الزفت اللي بتعمليه. مش هبطل. يبقى مش هتجوزك. ما تتجوزنيش. بجد بجد؟ بجد. طب غوري في داهيه. يا عم غوري، انت جاي لحد عندي تقول لي غوري؟ لا والله. روح هتحسب العده قبل ما تعملي فيها تامر حسني. بكره تعرفي مين تيتا. استاذ بهجت، ما هو قولك في ان هو منسوب اليك باتهامك ببيع خطوط دون الحصول على ضمانات من المشترين؟ يا فندم انا لا ببيع ولا بشتري، دي مش شغلتي. ما اعرفش، انا اصلا وكيل وزاره الصناعه سابقا. يا فندم بهجت بيه ما بيبيعش الخطوط بنفسه، بهجت بيه بياخد حصته يديها لشريكته اللي اسمها نعناعة، بتبيعها هي بمعرفتها. بص يا دي انت، وهو احنا هنقسم نفسنا مجموعات بتوع الاعلام، فاهميني كويس؟ اوعوا تفتكروا ان احنا متسولين ابدا. انت لما بتبيع العالم للراجل او الست وبيشجع ناديه وبيشجع بلده، احنا بنبث روح الوطنيه جواه. هنشتغل على منطقه طريق النصر وعلى صلاح سالم والناس اللي جايه من العبور والشروق، كمان هنقابلهم بالاعلام. وعندنا منطقه لوز العنب اسمها ايه؟ جامعه الدول العربيه. على فكره المنطقه دي هنعلي سعر الاعلام فيها ونضاعف السعر، فاهمين؟ طبعا احنا داخلين على موسم، الموسم ده الفالنتاين، يعني الورود الحمراء والدباديب البلاستيك. اوعوا تفتكروا ان احنا متسولين ابدا، احنا بنزود حاله العشق بين المحبين وبنصلح بين المتزوجين، يعني احنا مش الف حمد لله على السلام، الف حمد لله على السلام، والنبي البيت كان مظلم من غيرك. اه والله يا جدو. دقايق تلاقيك على لحم بطنك. مش جعان؟ مش جعان. ازاي مش جعان بس؟ بقول لك مش جعان يا شويه، انا عايز انام، انا بقالي يومين ما نمتش. امال فين عمر؟ في الطريق، زمانه جاي، اول لما يجي هتلاقيه داخلك على طول. ايه في الطريق؟ مش عايز حد يصحيني. انام واصحى براحتي. هو تيتا فين؟ راح مشوار بايده مصلحه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هو اتصرف فلوس العده ولا لسه؟ يا نهار اسود، هو الموضوع وصل لك انت كمان يا فله؟ ما هي دي المصلحه اللي تيتا رايح يشوفها. طب بقول لك ايه؟ فلوس جاهزه. انزل. مسا مسا على عم دشهات مصر، عم نغمات. اهلا يا تيتا، اهلا يا حبيبي. انت وهو شروطي، هتأجر تدفع تدفع تشيل. ومين قال ان احنا مش هندفع بس؟ فلوسك اهو. الفلوس ايه يا بيت هوفن السنتيقة؟ لا دول ناقصين يا عم. وانت لحقت عديتهم؟ ما احنا عارفين، احنا عارفين ان هم ناقصين. ما دي اشكال ناس هتجيب لك فلوس كامله برضو. انا عايزك تفتح لنا قلبك، افتح لنا قلبك وادينا العده نخلص بيها المرزقه، وهنيجي هنا نقبجك فوري. يلا يا ابني انت وهو، يلا. ده محل اكل عيش. ايه محل اكل عيش بيبيع سندوتشات يعني ولا ايه؟ ملعون ابوك يا فرح حاوجني للاندال. اندال مين يا ابن الله؟ ملعون ابوك يا فرح حاوجني للاندال. غور يالا انت وهو، غور. طب هنعمل ايه يا جدعان؟ فل عملت اللي عليها وبرضه الفلوس مش مكفيه. ولا يهمك يا تيتا، البوت ده حلاها. ايه ده؟ ده مفتاح محل سيد نغمات، هنطلع عليه نسخه، نيجي بالليل ناخد العده ونطلع بيها على الفرح، نخلص المرزقه ونرجعها له تاني. يخرب بيتك يابا عادي، استعاره فنيه اهو. بدا موفقه. حراميه. انا مش عايز كده يا رب. سامحنا يا رب. هنمشي ولا ايه؟ ولا ايه؟ والله تعالى يا فضيحه. بس شكرين اصلا.
السلامة. يلا نعناع. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا نعناع. الحمد لله على السلامة، نورت الدنيا كلها. تسلمي. ألف مبروك يا حبيبتي. هنمشي منك يا أختي. وحشتيني. وحشتيني قوي، كل حاجة وحشة من غيرك، حتى غلاستك وحشتني. أديني رجعتي يا أختي عشان أقعد على قلبك أنت وموبايلك اللي ما بتفرقهوش. كفارة يا نعناع. جرى إيه يا حنفي؟ كفرت ايه؟ هو انا كنت واخده تابيده وانا مش واخده بالي؟ دول ما كانوش يومين. الله 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 الله، وليه الوش الخشب ده نعناع؟ لا ده انا جايه بارك. ايوه من عاد جايه بارك. ايوه مباركتك واصله يا معلم. جرى ايه يا نعناع؟ خف على الراجل. كتر خيرك يا معلم، جميلك على راسنا من فوق، هيتقلي على وقفتك معانا، وربنا يقدرنا على رد الجميل. عيب عليك يا نعناع، ده احنا اهل، وهتردهولي وبالأحسن كمان. بالإذن بقى عشان عندي شغل. إذنك معاك يا معلم حنفي. حنفي مشي. المعلم حنفي مشي. ما يغور في داهية. يا رب. الحمد لله على السلامة. بقول لكم إيه؟ أنا مش مرتاحة لدخلة الراجل ده علينا، ما هو مش معقول على الحداية ترمي كتاكيت. بقول لك إيه؟ سيبك منه، تعالي بقى ناخد سيلفي الرجوع. سيلفي ايه؟ ولا اقول لك سيلفي الافراج احلى، تعالي بس اعمل لك حته هاشتاج. تعالي. ما تحرمش منكم يا حبايبي، انا متشكر قوي. ربنا يديك الصحه بهجت بيه. على فكره انا قعدت واقف قدام الاسم طول الليل وحالف مروح الا لما اطمئن عليك. هتسال منال. يا ريت كان في ايدينا حاجه يا عم بهجت كنا عملناها والله. كتر خيرك يا بنتي. خلاص بقى ننسى اللي فات، المهم انه في وسطينا ومعانا. الا قولي عامل ايه يا بهجت دلوقتي؟ الحمد لله يا سمير، الحمد لله. بس هي كانت ليلة صعبة قوي، بس تعلمت منها حاجة مهمة جدا. الحاجات التافهة الصغيرة اللي ما كناش حاسين بيها طلعت نعم كبيرة جدا، بس من كتر ما تعودنا عليها فقدت قيمتها بالنسبة لنا. يعني مثلا نومتك على سريرك، القعدة الحلوة اللي احنا قاعدينها دي، بالدنيا كلها. خلاصة الكلام، أنا مش مرتاحة لشغلك معايا يا تيتا. مش فاهمه يعني كملها الافراح زي الفل، ممكن انا عيد اشتريها لك. انا شيخه تنايلي انت لا تاكلي، ده انت ليكي فلوس عندي مش عارفه اديها لك لحد دلوقتي يا بنتي. انت اصلا مقرر تشتغل معاها ومش جاي تستشيري ايه؟ مشهوره الغرض كله انها تفتح لي ابواب السعد وبس. يعني دلوقتي الرأس هو اللي بيفتح ابواب السعد؟ انت هتجنني، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش، وانت مخنوق عليا يا اخويا عشان بنزل فيديوهات حلال الله بغني على التيك توك. قلت لك 100 مره ما تفتحيش السيره دي عشان ما اديكيش على وشي. افتح هات لي اخرك. انا بتش فاهم حاجه، انت بتحبيني ولا بتغيري عليا ولا عبيطه؟ لا انا ما بغيش على حد، وان كان على الحق بقى انا فعلا عبيطه عشان واقفه جنبك. وبقول لك ايه، من هنا ورايح انا في سكه وانت في سكه. سلام. طب خدي، طب اقول لي يا عبيطه بحبك. طه ما اظنش هيوافق، عمك دماغه صعب. الواد ده غبي كده ليه؟ مش احسن من الهبل اللي هو بيعمله دلوقتي؟ هو عنده طموح، نفسه حاجه معينه يعني. ده باجد وطالبها صبي، وكمان عنده شغله في السليم. هو صحيح مش بيكسب قوي بس ماشي حاله، ولما بيتزنق بيتصرف، وجد عمره ما بيتاخر. فايه بقى اللي هيكبره على الهري ده كله؟ ايه اللي يكبره؟ برافو عليك، انت مش هشتغل معايا بمزاجه، انا لازم اكبره فعلا. دلوقتي الرقص بقى عادي ورحمه امي لوريك. ايه ده ايه ده؟ افضل اهري وانا كنت نفسي كتير يولع. انا احرق دمك زي ما حرقت دمك. يلا ده. اسمعني بس يا عم بهجت، ومن غير عصبية، عبد البديع هيرجع لك كل أرباحك وهيسدد الغرام وهيدفع الضرايب كمان. اللي زي عبد البديع ده لازم يتسجن، ده مزور ومتهرب وحرام. طب هو ينفع الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم بهجت، وانت عارف كويس قوي ان انا والعيال ملناش غيره؟ وبعدين ما هو عارف غلطته خلاص. يعني انا لو سمحته الضرايب مش هتسيبه. لا، ما هو هيروح يعمل معاهم تصالح وهيسد كل اللي عليه،
وحلف ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني. طيب انا بعد كده اضمنه ازاي؟ اطمن له ازاي؟ طب انا عندي فكره اطمنك. ايه رايك لو انت اللي تمسك اداره السنتر؟ وهو بكده انت تبقى ضمنت ارباحك بما يرضي الله، وفي نفس الوقت عينك تبقى على عبد البديع. بصراحه يعني يا عم بهجت، انا شاكه ان عبد البديع بيلعب بديله اليومين دول، كل يوم والتاني يجيب لي واحده جديده ويقول دي مساعده، ده شغل. ده انت قصدك بقى ان انا اشتغل جاسوس لحسابك يعني؟ يعني هو انا يعني يا عم بهجت مش انا برضو بنتك حبيبتك ويهمك مصلحتي؟ وبعدين احنا كده هنبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد. حجر بي حجرين واحد. عشان خاطري حبيبي يا عمو. الو، ايوه مين؟ مين معاكي؟ تنسيتي صوتي؟ طب انت عارفه انا فين دلوقتي؟ مش عايز اعرف ولا يشغلني. انا عارف ان انا مقصر معاكي، معلش ادعي لي بس عشان انا في مشوار مهم. قلت لك ما يشغلنيش، مش عايز اسمع صوتك تاني. سلام. نعناع، خير في حاجه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا تيت، انا جايه لك عشان تحل في كلمتين في عبي هقولهم لك، وعايزه رد منك من غير لف ولا دوران. طب تعالي نخش جوه نشرب حاجه بدل الوقفه دي. لا يا اخويا، لا حاجه ولا محتاجه، انا ما بدخلش كباريهات، وانتوا ما عندكوش حاجه ترضي ربنا عشان تتشرب. اسمع يا تيتا، انت معلق البت معاك ومش مرسيها لا على سخن ولا على بارد، قصر كده وقول لي ايه حكايتك. حكايتي انا يا نعناع؟ انت هتستعبط يالا، مش معشمها بالجواز وموقف حالها جنبك؟ ما ديكي شايفه حالي يا نعناع، ما انا مستني ربك يعدلها وانا جت نيل واتجوزها. ولما انت مستني يا اخويا ربنا لما يعدلها، معشم البت ليه بالجواز؟ واقف حالها ليه؟ وحارق قلبها بالرقصه بتاعتك ليه؟ مش هي دي الشملوله بتاعتك يا اخويا؟ دكتوره عملها رسم وجاز، انما في الحقيقه فوتوشوب. يا ودي شكلها قدامه. انت كده زودتها يا نعناع، ما يصحش اللي انت بتعمليه ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين دي يا تيتا؟ دي اسكت انت. مش عارفه مين يا حبيبتي؟ انا اخت البت اللي ضفرها برقبتي واللي الواد الصايع ده مبهدلها بسببي. ايه يا اختي ده؟ ده الواد في سن ابنك، وبعدين الواد خاطب، ولا انت راشقه في اي راجل وخلاص؟ يا نهارك اسود، مين الوليه الشلق دي يا تيتا؟ لمي نفسك يا وليه، احسن اقسم بالله اخلي جردتي لموك من شعرك. يجروا مين يا نهار؟ يجروا مين؟ لا لا يجروا لا 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 مين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوعوا انتوا الاثنين. يجروا مين يا المهر؟ يا المهر يا المهر، خلاص يا جدعان. كل واحد واحد. طب انا بضرب ليه؟ خلاص يا رجاله، خلاص يا رجاله يا جبلاوي، موضوع عالي يا عم. خلاص يا نعناع، يا نهار اسود يا نعناع. ايه يا نعناع اللي انت بتعمليه ده؟ يا نعناع خلاص والله انت جاي تخربي لي شغلي واكل عيشي، هي ناقصه؟ برها على نفسك لا يطقلك عر، ما تخافش عليها يا اخويا، دي منحاته ومش فارقه معاها. روح روح طبطب عليها وخليك جنبها، بس حسك عينك تهوب ناحيه فله احسن. وديني ومعبد ما هينومك مني غير اللي في رجلي. بنات الناس مش لعبه يا روح امك، وكده خلصانك كلام. بنت يا فل، انا عامله لك بطاطا ايه معسله وتستاهل بقك يا اختي. كفاياكي هم، وشيلي ايدك من على خدك. طب والنعمه؟ والنعمه ما يستاهل ضفرك يا بنت، ده فقري ومتعوس وقليل الاصل. لا على فكرة، هو طول عمره جدع وراجل، يقول له بس الرقاصة دي هي اللي لفت عليه. كمان بتعيطي بتعيطي وبتدافع عنه يا موكوسة. صحيح مراية الحب عامية. هو انت عمرك حبيتي اصلا؟ يا اختي خليكي في نفسك، خليكي في نفسك وسيبي نعناعة في الهم اللي هي فيه. لا اله الا الله يا بنت، افهمي
افهمي، الست محتاجة حاجات كتير أهم من الحب. محتاجة سند، محتاجة راجل يبقى في ظهرها وتتحمى فيه، محتاجة تحس بالأمان وما تخافش من الزمن طول ما هي معاه. ده هو؟ سيبيني أرد عليه والنبي، سيبيني والنبي، يمكن رجع نفسه والنبي، سيبيني أرد عليه. ورحمة أبويا وأمي ما أنت مكلماه، وتليفونك ده مش هتشوفيه تاني إلا لما تفوقي وتحط عقلك في راسك. حرام عليكي بقى، يعني عينيها والنبي. وده خسارة فيكي يا عدمة الكرامة. هدي التليفون. طيب تيتا، ليلى، 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 غصب عنك انا فوق، دي الحقيقة مش كلام، تشتمني في ضهري في وشي، تضحك كل حاجة جاتلي انت مش تمام. يا لهوي يا اسطى على اللي فات، اقنعني بس ازاي عامل حبيبي وانا عيب اني في يوم وثقت فيه خسيس جبان. يا جبان يا مش جدع يا سميره، هو ده ادي جامي، انت دنيا انت ناس، هم ناس كانوا خاينين من الاساس. هو ده القهوه، هي دي هي دي الاغنيه العالميه العالميه. هو ده هندسه. ستوب، يبقى بينا زنجحنا هندسه. بتبيعيني يا نعناع؟ عاوزه ترمي اختك الحنفي عشان شويه بضاعه وفلوس؟ يا لهوي يا ريت وداني اتسدت وما سمعتش حاجه زي كده. انا ارميكي يا بت؟ يا بنت انا مش عايزاكي تخيبي خيبتي يا بنت، ده اللي زينا بيتلطش في الدنيا وتطلع عينيه عشان يلاقي هدمه تستره وباب يتقفل عليه. خيبتك انا ماليش دعوه بيها، مين قالك ان انا عايزه هدمه تسترني ولا بيتي تقفل عليا؟ ولا انت بقى زهقت مني وعايزاني امشي من البيت؟ انا ممكن امشي عادي. انا زهقت منك يا هبله؟ تتجننتي يا بنت؟ اخس عليكي اخس عليكي يا فل، دي كلمه برضو تطلع من بقك؟ طب وحياه النبي واللي نبى النبي، انا ما عايزه غير مصلحتي. مصلحتي؟ لا مصلحتي انا اقدر بيها كويس، خليكي انت بقى في مصلحتك اللي انت مش شايفه غيرها. طب والله انا ما عايزه غير مصلحتها. الله يسامحك يا فل. فله في ايه قلقتين؟ ايه ده انت بتعاطي ولا ايه؟ الكلام اللي قاليته النعناع ده صحيح؟ ما ترد، اتخرست؟ طب ايه ده؟ طب عشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ هي كلمة ورد غطاها. الكلام اللي قاليته ده صح؟ أنا بس عايش شوية وقت لحد ما الدنيا ترسي عشان أعرف الدنيا فيها إيه. ترسي؟ ليه؟ هو أنت ما كنتش راسي؟ أنت كنت بتتسلى بيا؟ أنا عمري ما اتسليت بيك يا فل لو أنت عارفة. أنا ما بقتش عارفة حاجة. حنفي متقدم لي. والموضوع على هوا نعناع وهي موافقة. حنفي؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده ادبوك يا بنتي. وبعدين يا نعناع فاكراك بتضع في الكشك هتبيعي وتشتري فيكي؟ لا هو لو حد باعني فهو انت يا تيتا. شوية صبر، شوية تضحية يا فلة. ما تضحي انت يا ابني، انا قبلك زي ما انت وراضية بحالك ومستعدة ابيع الدنيا كلها عشانك وانت عارف، بس اطمن بس انك عمرك ما هتخوني. انا عمري ما اخونك يا فلة، بس كل حاجة محتاجة ترتيب ووقت. خيانة مش بالضرورة تكون مع واحدة يا تيتا. انك تسيبني في وش الريح عريانة من غير ولا ظهر ولا سند، دي برضه خيانة. ما تعبت يا رب، تعبت يا رب يا رب. مساء الفل على فلة قلب ست البنات. الله، هو انت لسه زعلانة مني؟ ما تفكيها بقى يا بنت خلاص. طب والله ما هيحصل غير اللي انت عايزاه. يلا يلا عشان نتعشى سوا، ده انا واقعه من الجوع. خدي عشاكي ماليش نفس. يا فله ده انا طافحه الكتم الصبح. يا بنت ده انا ما حلتيش غيرك ولا عندي اغلى منك في الدنيا، ده انت حته من قلبي. عشان كده عاوزه ترميني؟ تاني ارميكي؟ يا بنت ده انا هيتقطع حس من الدنيا لو سبتك. ده انت اختي وصاحبتي وبنتي وحبيبتي، ده انا ماليش غيرك في الدنيا دي. انا بس يا اختي فكرت في مستقبلك. حنفي ده معاشق وشويات، يقدر يجيب لك الدنيا كلها تحت رجليكي ويعيشك احلى عيشه، وكل اللي معاه ده هيبقى بتاعك لوحدك.
ويتمنى لك الرضا ترضي. غلطت انا؟ غلطت عشان مش عايزاكي تتمرمطي زيي وتوفري قرش تأميني بيه نفسك من الزمن؟ يا فل احنا ملناش حد بعد ربنا، لكن يا اختي لو مش عايزه خلاص نسيبنا منه. اه كده كده انت قمر، واكيد هيجيلك اللي يحطك في عينيه ويقدرك. ممكن تفهميني؟ انا عايزه احب واتحب، عايزه واحد يحبني. لو انا ما استاهلش قوليلي. ايوه هسمعك تقولي كده تاني. جرالك يا بت؟ ما تفوقي نفسك، ده هياخد تيتا واللي زيه. ده انت اتخن تغني يدف في هواكي ويتمنى بصه من عينيكي دول. في ايه؟ استغفر الله العظيم. قومي يلا، قومي اغسلي وشك القمر ده، قومي روقي يا اختي. والله ما حد واخد منها حاجه، هتتحل باذن الله. هتعملي ايه مع حنفي؟ بقول لك ايه يا تيتا، هي امك الله يرحمها لما ماتت كان عندك كام سنه؟ نعم. اشمعنى؟ انت هتخش لي قافيه، ما ترد. 5 سنين. ليه؟ اه انا كده فهمت بقى، يبقى انت نفسك في حنان الام. ام ايه واب ايه؟ انا على راي المثل الواد من همه جوزوه واحده قد امه. يا استاذه نعناع الجخ اهدي بس، هي مين اللي هتجوزها ومين اللي قد امي؟ انت هتستعبط يا معفن يا قليل الاصل، لولا الرقاصه بتاعتك اللي بعت اصحابك واختي فل علشانها. انا اتجوز لولا؟ هو مين العبيط اللي مفهمك الكلام ده؟ هي بنفسها. وانت شفتيها فين؟ يا ريت انا اللي كنت شفتها كنت كلتها. حسره قلبي عليك يا اختي يا فله، هي اللي راحت لها عشان ترجعك. هي لولا قالت لفله ان انا هتجوزها؟ شوف شوف، قال يعني مش عارف، وقالت لها انه كاتب كتابكم النهارده الليله. الليله الحنة، انا هعرف اتصرف. طب بقول لك ايه يا اخويا، انا هسيبك دلوقتي عشان تشوف هتعمل ايه مع ماما لولا. سلمني على ماما. ده انا هسلملك عليها قوي. انت فين يا لولا؟ ما تيجي يا سعاد ترتبي معايا الحاجه دي عشان يبقى المنظر حلو كده. ها دي بقت طريقه قديمه قوي يا دكتور للتسويق. ايه اللي دكتور دكتور يا سعاد، ما احنا خلاص بقينا قريبين من بعض، ملهاش لازمه دكتور دي، خليها عرفين على طول كده. عرفين؟ ايوه بس انا ما تعودتش اقول لك عرفين كده حاس. اه تعودي. لو بتتعودي هبقى مبسوط، هبقى مبسوط قوي بعرفين حاف. ماشي يا دكتور، ماشي عرفان. اهو كده شوفي، اول مره اسمع اسم حلو كده. عارفه يا سعاد، هقول لك على سر، تفتكري انا فتحت المحل ده ليه؟ علشان مشروعك؟ لا، انا فتحت المحل ده عشان نتلم على بعض ونقعد مع بعض كتير، بدل قعده الكافتريات اللي زي التلامسه دي. انت مشروع يا سعاد. انت بتتكلم بجد؟ اكتر مره في حياتي اتكلم بجد. تتجوزيني؟ تعالي هنا بقى. بقول لك سيب ايدي، عاوزه يا فنان، وجايبني هنا ليه بتاع النمر الخاصه؟ اعدلي نفسك في الكلام معاه بدل ما امد ايدي عليكي، هضربك. وتروح تضرب الوليه اللي قد امك، ولا اكيد هي اللي بتضربك وانت من دور ولادها؟ ممكن تدي عشان نعرف نتكلم؟ ليه شايفين مش انت في شعري؟ اقمر. على فكره بقى، انا جات له وعرفت اللي حصل بينك وبين لولا. وبعدين؟ اقسم بالله حوار الجواز ده كدب. فيلم هندي ايه عاملاه؟ والله فيلم هندي ولا عربي مش فارقه معايا، وان جت يعني على الورق والمأذون. طب ما انت واكل شارب نايم عندها. هو انت مين مفهمك الكلام ده؟ محدش قال لي حاجه، شفت بعيني. انت اكتر واحده عارفه ان انا كنت شغال معاها، واديني سبت لها الشغل ومش هتشوف وشي تاني. والله حاجه ما تخصنيش، انا ليا سكه وانت مش فيها اصلا. نعم يا روح ماما، سكه اللي انا مش فيها دي. حنفي اتكلم عليا. ايه؟ وانا وافقت. ده انا قتلك وقتله. اتكلم على قدك. طب تعالي هنا بس. سيبي ايدي.
كل واحد ينام على جنب اللي يريحه. يا بتاع لولا. طب استهدي بالله وتعالى. بقول لك سيب ايدي من المصاوي وطولي عليك الناس. انا سامح على نفسي. مالك يا صاحبي في ايه؟ بره عنك يا حبيبي دي خطيبتي. ولا اعرفك. انت ترضى على اختك؟ يا عم بقول لك مالك انت؟ اهدى على نفسك شويه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتتكلموا على ايه؟ بالروح. لا الحقوني الحقوني صدقت ما عندكيش دم يا عم. قوم. مش قادر اقوم. قال ده خطيبي روح اتجوزي حرف يا اختي. سيب ايدي يلا دلوقتي. سيب ايدي يلا عمرك هتتقرف. سربرايز. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو منال. هابي بيرثداي تو يو. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا منال. سنة حلوة يا جميل. انت نايمة ولا ايه يا فل؟ انا مش نايمة، كنت مريحة شوية بس. تعالي. طيب يا اختي انا كنت بس بطمن عليكي، اصل قلبي واكلني عليكي قوي. مش عارفة فيكي ايه. ليه؟ أنا كويسة قدامك اهو. لا يا أختي أنتِ مش كويسة، وأنا مش راضية على اللي أنتِ عملتيه. مش راضية ليه؟ مش ده اللي كنتِ عاوزاه؟ أهو حصل. هو أنتِ فاهمة إن في حاجة في الدنيا دي كلها تهمني أكتر من راحتك؟ ولا فاكرة إن أنا هشتري راحتي على حساب راحتك؟ يا بنتي ده أنا يوم ما أشوف البصة اللي في عينيكي دي اللي أنا شايفاها دلوقتي أهد الدنيا على اللي فيها. لحد ما رجع عينيكي منورين زي ما كانوا. ده فهمت اللي فيها. احنا ما نقدرش نعمل اللي احنا نفسنا فيه، فبنضطر نعمل بقى اللي احنا نقدر عليه. كنت هتقدري على حنفي يا بنت امي وابويا؟ اقدر عليه ونص. هيكون ايه يعني اكتر من الهم اللي شفته؟ هو انت فاكره لما ترمي نفسك في النار هتنجيني؟ انا هروح له، هروح له واقول له البنت مش عايزاك، واللي يحصل يحصل، اعلى مفخله يركبه. حتى لو حيش نقول انا وعيتها ما يهمنيش، المهم ما حدش يدوس لك على طرف. انا عارفه انك فكرني صغيره ومش فاهمه حاجه، بس انتي غلطانه. انا فاهمه كويس قوي وعارفه، وانا مشيت ورا قلبي، فضلت ماشيه وراه لحد ما رحت للجحيم. امشي بقى ورا عقلي، يمكن اروح الجنينه. جنينه ايه؟ جنينه ايه؟ حنفي ده مرجيح هيرفعك للسابع سما وبعدين هينزلك سبع ارض. وانت ما كنتيش عارفه الكلام ده وقت ما كنت عايزاني اتجوزه؟ لا يا اختي ما كنتش عارفه، عشان كنت فاكراكي زيي بتدوري على مصلحتك وامانك. بس انت يا فل عايزه قلبك، يبقى ما تفتحيش باب قلبك الا اللي يختاره وبمزاج مزاجك. أنا خلاص. بصي أنا حطيت قلبي تحت رجلي وأنا اخترت. يا رب. شامل إيه اللي لمه يا تيتا؟ شاملنا يا فل. عايزين نرجع اللي كان بينا. نرجع اللي كان بينا؟ والله على ما اتذكر كده واحنا ما كانش في بينا حاجه نرجعها، ولا كنت خطيبي ولا حتى كتبت عليا زي الحلوه بتاعتك يا بنتي. وربنا ما حصل. معلش بقى بعوضها معوضه تانية. يعني ايه يا فل؟ يعني ما عادش يلزمني يا تيتا. انت عارفه ان انا سبت الشغل معاها عشانك انت؟ لا والله، ممكن تكون هي اللي كرشتك، فانت بقى يا عيني رجعت تتفتح في دفاترك القديمه، وكمان عايز تحسبها عليا جميله. لا يا اخويا لما بيخش عليا الكلام ده. هو ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده؟ طب تعالي طيب اجيب لك حاجه تاكليها، انا عارف انت بتهدي لما بتاكل. يبقى حنيتي. والله حنيتي. إيه ما حنيتيش؟ خلاص يا فل على الطلب حد. مش قوي يعني. ايه يا حبيبي؟ ابعت اجيب الغدا ولا لسه شويه؟ لا معلش يا سعاد، اصل انا
هتغدى في البيت مع عليا، اصل بقالها فتره كده شكلها مش عاجبني، وبصراحه انا قلقان عليها. هو في ايه يا عرفان؟ ما الوقت اللي انت قاعده معاها اديك قاعد معاها، والوقت اللي انت مش قاعد معاها بتجيب في سيرتها. ايه جرى ايه؟ ما تراعي مشاعري شويه يا اخي. طب بالهداوه يا حبيبتي، بالهداوه. هو في ايه؟ لا 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 لا، انا عمري ما شفتك بالشكل ده، وبعدين بصراحه بقى التكشيره مش لايقه على وشك الحلو ده. خلاص اديني قاعد، اطلبي بقى الغدا ونتغدى سوا. ها تحبي تاكلي ايه؟ بعدين يا سعاد ايه، اوعي تقول الكلام ده مره تاني. ها ده انت وش السعد علي. اه والله وش السعد. انت صاحب المحل ده؟ ها؟ ايوه. خير في ايه؟ فين ترخيص المكان ده وترخيص وزاره الصحه؟ الصورة طلعت لواحد اسمه حازم سليم الباروني، ومطلوب للبوليس في يوكي. ايه الوضع بقى يا معلم؟ انا كده قلقت. ما تقفرش طيب، هتلاقي شبهه ولا حاجة. انت مش قلت اسمه حازم سليم مش عارف ايه كده؟ يعني مش هو؟ انت الغباء ايه؟ ايه؟ تخنقني. بقولك طلع ما اسموش فريد اصلا، يعني بيشتغلنا كلنا. تقفرش.